اختتام مؤتمر للجراحة في العاصمة نواكشوط بتنظيم من الرابطة الموريتانية للجراحة، يعد الثالث من نوعه في موريتانيا والتاسع عشر في المنطقة المغاربية. المؤتمر جرى بحضور أخصائيين في الجراحة من دول المغرب العربي وممثلين عن الجمعيات الطبية الموريتانية، كما حضره ضيوف يمثلون هيئات ومؤسسات طبية من إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا. محاضرات وعروض وبحوث علمية شكلت برنامج المؤتمر على مدى 3 أيام. ويقول القائمون على هذا المؤتمر إنه كان فرصة لتلاقح أفكار الخبراء في مجال الجراحة. ومؤتمر يمكننا من تبادل الخبرات مع الأساتذة والزملاء في المغرب العربي، بالإضافة إلى 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 خبراء دوليين. ونختار نوع من هذا النوع من المؤتمرات يعتبر ضروري. من وزارة الصحة الموريتانية ثمنت هذا المؤتمر مبدية أملها في تعزيز تخصص الجراحة بموريتانيا ليواكب التطور والابتكارات على الصعيد الإقليمي والعالمي. وإنني على ثقة أن ما قدمتم من معارف سيجعل من الجراحة في بلادنا تخصصا متطورا يواكب آخر الابتكارات والنجاحات بهذا المجال. كما أؤكد لكم أن كافة المقترحات والتوصيات التي صدرت عن هذا المؤتمر ستحظى بعناية خاصة من طرف قطاع الصحة في بلادنا. مؤتمر الرابطة الوطنية للجراحة الذي يأتي بعد أيام قليلة من مؤتمر نظمته الجمعية الموريتانية لأمراض الأذن والأنف والحنجرة وجراحة الوجه والعنق، يعيد إلى الأذهان الحديث عن واقع قطاع الصحة في موريتانيا، حيث لا تزال مستشفيات دول الجوار ملجأ للموريتانيين.